بالنسبة لأخبار المحافظات، في كفر الشيخ نظمت إدارة شباب بمدينة بيلة معرض ملابس للأسر الأكثر احتياجا بإحدى مراكز الشباب. وفي القليوبية تم توصيل الغاز الطبيعي لخدمة 7000 مواطن. أيضا مديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية أعلنت عن تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا على 350 أسرة. أما في الدقهلية فتم استلام 1,000,000 زريعة سمكية. تعالوا نشوف مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير شهدتها المحافظات. في كفر الشيخ نظمت إدارة شباب بيلة بالمحافظة بمركز شباب الكابتن أحمد رفعت معرض ملابس بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا، اللي بتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة زي تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال ومسابقات ثقافية وفنون والرياضة والتطوع وغيرها لتعزيز مهارات الشباب. في سوهاج قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة طهطا بمحافظة سوهاج وبالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج بمتابعة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة أبو كلام والشوارع والحارات المتفرعة بساحل طهطا بأطوال تبلغ 10,000 متر مسطح. وده ضمن الخطة الاستثمارية للمركز وفقا للمواصفات القياسية في التنفيذ ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كل الأعمال. في القليوبية قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بالعمل على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لمنطقة كفر الشهاوي خاطر التابعة لمدينة كفر شكر بعد القضاء على كل المعوقات والمشكلات وتوصيل كل المرافق والخدمات لخدمة 7,000 مواطن. مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية أعلنت عن تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجاناً على 350 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في 3 قرى بمركز أبو كبير، وده بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً بقرى أولاد موسى وأبو ياسين وهربيط بمركز أبو كبير، وده ضمن الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. كمان شهدت محافظة الدقهلية استلام 1,000,000 زريعة سمكية من أسماك مبروكة الحشائش دعماً من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضمن أعمال إلقاء الزريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية في كل من مركزي شربين والمنصورة لدعم وتنمية الثروة السمكية بفرع النيل. أيضاً بتشهد محافظة الأقصر تنفيذ أعمال إعادة تأهيل موقف الأقاليم بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر اللي بيتضمن أعمال التخطيط والرفع المساحي، وبتتم أعمال تطوير موقف الأقاليم على 3 مراحل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية في إطار خطة متكاملة لتنفيذ مواقف سيارات حضرية حتى يشعر المواطن بمردود ما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع. أعلنت محافظة بني سويف موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى ومبادرة صوتك مسموع ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 294 شكوى، تم الرد على 293 منها وجاري فحص الشكوى المتبقية.